ندمان على اللي حصل وصورته ما بتروحش من قدام عيني، عايز أكفر عن ذنبي ومستعد لأي عقوبة أو أدفع الدية. عصام صاصة ندمان بعد حادثة الدائري ومش عارف يعيش، فيا ترى مصيره هيكون إيه؟ خلال الساعات اللي فاتت دشن عدد من مطربي المهرجانات هاشتاج باسم عصام صاصة مش مجرم، اللي بيدافعوا فيه عن عصام اللي تعرض لهجوم أو اتهامات من الجمهور بعد حادثة طريق دائري المنيب، فدهس فيه شخص 40 بعربيته أثناء رجوعه من حفلة من حفلاته اتسبب في وفاته بسبب الإصابات، وده اللي خلى كتير من مطربي المهرجانات يدافعوا عنه ويقولوا إن الحادثة قضاء وقدر وإن القتل خطأ، عشان كده ما ينفعش الناس تقول عليه مجرم أو قاتل. أما عصام فالوحيد اللي كان ملتزم الصمت، ما كانش بيرد على أي هجوم بيتعرض له ولا اتهامات، ومكتفي بالسكوت. فوفقا لكلام المقربين منه وزوجته جهاد، حالته النفسية صعبة من بعد الحادثة، وإن صورة المتوفي ما بتفرقش خياله، عشان كده بعد ما تم الإفراج عن عصام بكفالة كتب ستوري قال فيها: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. طبعا الحمد لله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا خير، بس ليه الناس شايفاني وحش؟ ربنا اللي يعلم إن الموضوع ده مأثر فيا قد إيه، ويا رب ما حد يتحط في ربع الموقف اللي أنا فيه. ربنا يرحم الراجل اللي أنا شايل ذنبه وشكله ما بيفرقش عيني من ساعة اللي حصل، ويصبر أهله. بس في حاجات محدش يعرفها لازم أطلع أوضحها، بس أنا مش قادر أحكي حاجة دلوقتي من التعب اللي أنا فيه، وأنا نفسي أكفر عن ذنبي ومستعد لأي عقوبة. لكن مفيش ساعات وزوجة عصام صاصة جهاد نشرت شهادة سواء كان جنب عصام وقت الحادثة وشاف اللي حصل، والأكد إن الحادثة كانت قضاء وقدر فعلا، وإن الضحية ما كانش واقف على الرصيف ولا حاجة زي ما أهله بيقولوا. وقال في شهادته اللي نشرتها جهاد مرات عصام: أنا صاحب العربية الجيلي اللي كانت جنب عصام، وأقسم بالله يا ابن الحلال ما خبطوا جنب الرصيف زي ما بيقولوا، خبطوا في الحارة التانية أو التالتة. وكله فضل يقول إنها كانت الساعة 7 الصبح وفي النور، الكلام ده كان الساعة 5 في عز الضلمة. أنا أصلا كنت مهدي عشان الرادار، بعدها كنت نازل مريوطية وتالت حارة، بقلب رعاش لقيت الراجل قدام يدوب حلفت شمال راح عداني، راح العربية اللي جنبي جت شالته الله يرحمه، أقسم بالله ولا أعرف إنه عصام ولا حاجة، خبطوا ونزل وممشيش، عقبال ما وقف كنت أنا لميت يمين ونزلت أدور على الراجل لقيته جنب الرصيف، وعصام جاي بيجري عليا، ما كانش فيه غير أنا وهو والزبونة اللي في العربية اللي قعدت تصوت. أقسم بالله أنا ما بنام بسبب الحوار ده والتفكير، مش عشان عصام، قسما بالله لو ربنا سترها معايا أنا كنت هكون مكانه. أما أسرة الضحية فأخيرا أعلنت من خلال المحامي بتاعها إنهم موافقين على الصلح مقابل الدية الشرعية، لأن القتل بيصنف خطأ، والمبلغ المقدر مبدئيا هيكون 5 مليون جنيه، ولسه المحكمة هتقدر الضرر النفسي والمادي، فيا ترى عصام هيدفع الدية ويقدر يخرج من أزمته ولا مصيره ممكن يكون السجن؟ هنشوف.